بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناخد بقى الجزء الثاني من المحاضرة الثانية للديكس ونكمل بقى إن شاء الله الديكس لحد الآخر بقى في الجزء ده. فكنا شرحنا مع بعض الفولتج دومين ديكس والكارنت دومين ديكس وهنبدأ بقى دلوقتي في التشارج دومين ديك. زي ما قلنا التشارج دومين ديك هي فكرتها زي بالظبط فكرة السويتشد كاب سيركتس، انك تشتغل فيه التشارج دومين بتشحن كابس وتنقل الايه التشارج من كاباستور للتاني. لو جينا نبص على فيري سمبل امبلمنتيشن، عندنا هنا اوب امب متوصل فيه فيدباك، بعمل اول ريسيت للديك، ده بعمل ريسيت مره واحده بس، مش لازم اعمل ريسيت ما بين كل ريدنج والتانيه، لا بعمل ريسيت مره واحده بس في الاول. الريسيت ده بيعمل ايه؟ بيصفر لك طبعا الانيشال تشارج اللي موجوده على الفيدباك كاباسيتور اللي انا مسميه هنا سي ام، وفي نفس الوقت بيديفاين الفولتج هنا عند الهاي امبيدنس نود. زي ما قلنا اي نود المفروض يكون ليها دي سي باث تو جراوند، يكون ليها فولتج ديفاين فولتج فلوتنج. لو عندك نود فلوتنج هتاخد انديفاين فولتج وهتخلي الدايره الاوبريشن بتاعها ايه ما هوش ويل ديفاين. طيب فبالتالي انا بالريسيت سويتش ده بضمن ان انا النقطه دي بعمل لها انيشاليزيشن كفيرتشوال جراوند. عشان بس للتبسيط بس احنا بنعمل اناليسس او بنفهم ده مع بعض، تعال افترض ان الفي ريف ده عباره عن جراوند، اكننا شغال في ريف بلس بس، تمام؟ ففي ريف ماينس هعتبره جراوند، وهعتبر برضو ان الفولت هنا ايه اللي هو الفيرتشوال جراوند بتاعي هيبقى برضو متوصل بالايه بالجراوند، مش لازم بس مجرد بس للتبسيط، تمام؟ طيب بعد ما اعمل بقى الريسيت هفتح بقى خلاص الايه هفتح السويتش ده. طيب انيشيالي انا كل الكاباسيتورز بتاعتي في الحقيقه كانت متوصله بالايه بالجراوند بالشكل ده كده، فبالتالي ما عنديش اي سيجنال في الاوتبوت، سيجنال بزيرو. طيب ازاي الاوتبوت هيتغير بقى؟ الاوتبوت هيتغير لما ابدا ان انا انقل بقى السويتشز دي، ان انا اجي على السويتش بتاعي واجيبه الناحيه دي. طيب لو جبت السويتش بتاعي الناحيه دي هيعمل لك هنا فولتج في الاوتبوت بيساوي ايه؟ هيساوي الفي ريف ده الفولتج في الاوتبوت، تمام، مضروب في سي على السي ام، تمام، بس طبعا باشاره ايه؟ باشاره سالب عشان ده كده انفرتنج، كانه انفرتنج امبليفاير، تمام. طيب الحقيقه بقى انا مش هجيب سي واحد، مش هنقل السويتش بتاع سي واحد، لا انا هنقل السويتش بتاع ام كاباسيتورز، حيث الام ده هو الديجيتال كود بتاعي، تمام. فانا هنقل ام كاباسيتورز، فهيكون السي هنا مضروبه في الام اللي هي المعادله بقى اللي انتوا شايفينها هنا اهو. افترض ان انت معاك الايه؟ معاك الفي ريف ماينس دي كده اهو، كان الفي ريف ماينس دي بالجراوند زي ما اتفقنا، دي مش هنحطها كانها بزيرو، تمام. وبعدين هبدا انقل ايه؟ هبدا انقل السويتشز بتاعتي. خد بالك ان احنا بالسيكونس اللي احنا شرحناه ده هتلاقيه في الحقيقه في اشاره زياده هنا اهو، هو السيكونس اللي المعادله دي درايفد عليه هو العكس بقى، ان انا كانت الكاباسيتورز بتاعتي كانت متوصله اصلا بفي ريف بلس، وبعد كده بوديها للفي ريف ايه؟ بوديها للفي ريف ماينس. انا شرحت من شويه صغيرين انا قلت ان انا كنت واصل انيشيالي للفي ريف ماينس وبعد كده هوديها للفي ريف ايه؟ هوديها للفي ريف بلس. لو احنا مشينا مع السيكونس اللي هو مكتوب في السلايدز فارجع تاني كده، اكن معايا هنا في ريف ماينس وانا كنت انيشيالي في الحقيقه واصل عن معرسات ستيت، يعني كنت واصل في ريف بلس وبعد كده بنقل اروح للايه؟ بنقل اروح للفي ريف ماينس. فاكن الدلتا في اللي حصلت عندك هي ايه؟ الدلتا في اللي حصلت عندك هي الفي ريف ماينس ماينس الفي ريف بلس، تمام. هتضرب بقى في الايه في الكاباسيتنس اللي هي ام سي مقسومه على سي ام، ومعاك اشاره سالب عشان ده انفرتنج ايه عشان ده انفرتنج امبليفاير. طبعا عندك هنا بقى كذا ملاحظه. اول ملاحظه ان البوتوم بليت بتاعه الكاباسيتورز متوصله بالريفرنس فولتج، وده هيضمن لك ان البارازيتكس اللي موجوده عند النود دي مش هتاثر معاك ان هي واصله بدي سي فولتج، وبرده هيكون اي سويتشنج ايرورز نفس فكره بقى البوتوم بليت سامبلينج هتكون ما بتتغيرش لان انت الفولتج عندك ثابت، الفي ريف ده فولتج ثابت، فبالتالي السويتشنج ايرورز هتبقى ما تعتمدش على الانبوت. التوب بليت بتاعت الكاباسيتورز واصله بفيرتشوال جراوند، طالما هي واصله بفيرتشوال جراوند يعني الفولتج اللي عليها ما بيتغيرش. خد بالك ان انا حتى بعد لما افتح الريسيت سويتش انا ستيل عندي فيدباك بالسي ام، ده الفيدباك ده هيخلي برضو النقطه دي ستيل بتاكت از فيرتشوال جراوند، هيبقى ليها نفس البوتنشال، فبالتالي برضو البارازيتك كابس اللي موجوده في التوب بليت اللي هي البارازيتك كابس اللي موجوده هنا اهو ده برضو مش هياثر معاك، عشان كده دي عباره عن بارازيتك انسنسيتيف ايه اركيتكتشر، تمام. طيب طبعا الداك بتاعك بقى شغال ازاي؟ الداك بتاعك ان الام هي الانبوت بتاعك، ده ديجيتال انبوت اللي هو الام،
والفي اوت ده الانالوج اوتبوت. فانا كده بحول من الايه من الديجيتال انبوت اللي هو الام الى الانالوج اوتبوت اللي هو الفي اوت. طيب هختار السي ام بتساوي كام؟ لو انا عايز ان عند الفول سكيل وبالك الفول سكيل بتاع الام بيساوي 2 تو ذا باور اوف ان. فلو انا عايز اللي عند الفول سكيل يطلع لي الفي ريف بلس ماينس الفي ريف ماينس ده اللي هو اكبر فولتج بتاعي, فوقتها بقى هختار ان السي ام بتساوي 2 تو ذا باور اوف ان سي. طبعا الاري دي يونري اري زي ما احنا شايفين, اقدر اعمل نفس الكلام بالظبط على باينري اري مش هيكون فيه اي فرق. فلو انا اشتغلت على باينري اري بالشكل ده مفيش اي ايه مفيش اي مشكله. طيب ايه الميزات بتاعت ان انا اشتغل في التشارج دومين؟ تعال نبص مع بعض كده. انا عندي في الحقيقه كي ادفانتج, ادفانتج مهمه جدا, ان انا ما عنديش ستاتيك باور كونسامشن في الاري بتاعتي. خد بالك ان احنا لما كنا بنتكلم مثلا على ريزيستور سترينج اري, الريزستور سترينج انت عندك فيه كارنت ماشي على طول في الايه في الريزستورز دي, تمام؟ الكارنت ده محروق على طول, شغال على طول, باور كونسامشن شغال على طول. انا عندي هنا في الكاباسيتورز ما عنديش دي سي كارنت في الحقيقه, مفيش ستاتيك كارنت بيمشي. في ستاتيك كارنت جوه الايه جوه الاوب امب بس طبعا, لكن في الاري نفسها مفيش ستاتيك كارنت. فده طبعا بيحسن في الانرجي افشنسي يعني, زي ما هناخد برده في ان شاء الله في الاي دي سيز في الحقيقه, وزي ما هنشوف السلايد اللي جايه. لو انا عايز احسن الانرجي افشنسي كمان وكمان هشيل الاو تي اي خالص بقى, هشيل الاو تي اي هيبقى عندك زيرو ستاتيك اي زيرو ستاتيك كارنت. الداك ده بنسميه ايه؟ بنسميه تشارج ريديستريبيوشن داك, عشان انا بعمل ريديستريبيوشن للتشارج بنقل التشارج من كاباسيتور للتاني, برده بنسميه كاباسيتيف داك. وزي ما قلنا بقى ده اللي بيقوم عليه برده التشارج ريديستريبيوشن اي دي سي اللي هو بنستعمله كتير مع سيركتكتشر. التشارج ترانسفير بتاعنا بيكون انسنسيتيف للجيتر. ليه الكلام ده؟ ان خد بالك ان انا الكلوكس بتاعتي هتتحكم او الديجيتال سيجنالز يعني هتتحكم في السويتشز دي. السويتشز دي لما تقفل وتفتح هيكون في ترانزينس, بس في الاخر الترانزينس دي هتستل هتستل كلها, لان هيحصل عمليه التشارج ترانسفير. هستنى لحد لما التشارج ترانسفير يخلص, فبالتالي انا انسنسيتيف مش هحس بالجيتر اللي جاي على السويتشز دي. كده كده انا هستنى لما كل الترانزيت دي يحصل لها ايه يحصل لها سيتلنج, فمش هكون سنسيتيف للجيتر. الكباسيتور اللي بتاعي زي ما قلنا ممكن يكون باينري وممكن يكون سيجمنتد. لو انا عملت يونري في الحقيقه مع لارج نمبر اوف بيتس هيكون ان براكتيكال, مش هيكون براكتيكال, هيكون نمبر اوف سويتشز كبير قوي هيصعب الراوتنج بتاعهم زي ما قلنا كذا مره, وبالتالي في براكتيكالي بيخليه باينري او سيجمنتد. الاي ان ال ودي ان ال مين اللي هيعمل لهم ليميتيشن؟ اللي هيعمل لهم ليميتيشن هو الراندوم ميس ماتش اللي موجود في الكاباسيتور اري. لو انت عملت لي اوت كويسه جدا 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 ممكن امينيمايز سيستماتيك ميس ماتش بتاعي, فبالتالي هيفضل معاك بس الراندوم ميس ماتش بتاع الكاباسيتورز. طيب الكاباسيتور زي ما احنا عارفين احسن حاجه بتماتش اون شيب في الحقيقه, فلو انا ليميتد بس بالراندوم ميس ماتش بتاع الكاباسيتورز اقدر اجيب رافلي كده اب تو 12 بت ايه 12 بت ريزوليوشن. فسهل انك تجيب 12 بت ريزوليوشن لو انت عملت جود لي اوت مع الكاباسيتيف مع الكاباسيتيف داك ده. طب احنا بصينا بقى على التوبولوجي اللي هشيل فيها الاوب امب. لو انا شلت الاوب امب هيبقى شكل الايه شكل الكاباسيتور اري بتاعتي بالشكل ده. طب هل البارازيتكس هتاثر عليا في الحاله دي؟ في الحاله دي البارازيتكس هتاثر عليا, لكن هل معنى ان البارازيتكس هتاثر عليا ان انا هكون نون لينير, هيكون اعتمادي على البارازيتكس نون لينير؟ لا في الحقيقه انا ممكن البروجكت تاثر عليا, بس تاثر عليا كجين ايرور, والجين ايرور زي ما احنا عارفين ما هوش بيأثر على الانيارتي بتاعتي, ده مجرد بس فاكتور انا بضرب فيه, ما بيدخلش في الدي ان ال ولا في الايه ولا في الاي ان ال. فتعال نشوف التوبولوجي اللي قدامنا دي. انا عندي هنا باينري ويتد كاباسيتورز, السي يونت ده هو اليونت اليمنت بتاعي, وعندي هنا السويتش بتاعي اهو ده تو واي سويتش, اما بوصله بالجراوند يا اما بوصله بالريفرنس فولتج اللي هو اسمه الايه في ار, وده الديجيتال انبوت بتاعي. يعني المثال ده عباره عن 4 بيت داك, كان عندي 4 بيت داك بالظبط تمام. وبعدين عندي هنا باخد اوت فولتج اللي هو الفي اكس اوكي, والبفر ده في الحقيقه مش بيأثر في اي حاجه. يعني هل البفر ده بيأثر على قيمه الفي اكس؟ لا, ان هو بعد الفي اكس في الحقيقه, فالبفر اللي انا حاطه ده مش بيأثر على الفي اكس, فهي البفر ده ممكن نشيله قدام زي ما هنشوف تمام. فبفر مش بيأثر على اي حاجه, هو بس بيضمن لك ان الفي اوت يساوي الفي اكس, لكن هو مش بيضمن لك ان البارازيتكس ما تاثرش عليك, هو مش بيضمن لك الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف بقى الايه الاوبريشن بتاع الداك ده بيشتغل ازاي.
طبعا خد بالك ان الـ OTA ده او الـ OBM بعتبر ان هو لي infinite input impedance مش بيسحب اي current، هو لي capacitance طبعا، بس الـ capacitance دي اكني هعتبرها جزء من الـ ايه، اكني هعتبرها جزء من الـ CPU. هنا طبعا بيسحب zero current، الـ bias current موجود في الـ ايه في الـ OBM بنفسه، بس زي ما قلنا الـ OBM ده اصلا ممكن اشيله، ان انا في الحقيقة الـ VOUT هنا بتساوي الـ ايه بتساوي الـ VX. انا محتاج الـ buffer ده انا هدرايف resistive load، لكن لو انا هدرايف كاباسيتيف لود فالكاباسيتيف لود هو جزء من السي بي، ممكن اعتبره جزء من السي بي. فبالتالي في التشارج ديستريبيوشن بقى اي دي سيز بنستعمل الاري دي كده من غير OBM خالص، من غير او تي اي ولا OBM ولا اي حاجه، تمام؟ جاست بيكون عندنا كومباريتور زي ما هنشوف. فتعالى بس نرجع للايه للدريفيشن بتاعنا دلوقتي. لو انا الكاباسيتورز بتاعتي دي انيشالي كانت كلها واصله بالزيرو، وبعد كده عملت لها سويتشنج للفي ار، خدت جزء من الكاباسيتورز وعملت له سويتشنج للفي ار. طيب تعالوا نبص مع بعض. لو انيشالي كلهم واصلين بالجراوند، يعني كان كل السويتشز بتاعتي كده واصله بالجراوند زي ده كده اهو، هيبقى الفولتجز كلها بصفر، ان انا ما عنديش اي سورس، كل السورس بتاعتي بزيرو في الحقيقه، تمام؟ طيب. طب لو انا جبت بقى سويتش وموصله بالفي ريف هيحصل ايه؟ هيحصل ديفايدر، هيحصل فولتج ديفايدر عندك، تمام؟ هتقولي طب انا عندي اصلا نوت فلوتنج هنا، نوت فلوتنج اللي عندي كاباسيتورز ان سيريز عندي فلوتنج نوت. قالك لا، ما احنا بنعمل ريسيت النوت دي الاول، النوت دي بديفاين الفولتج عندها الاول انيشالي، بعد كده بفصل ده كانه ريسيت سويتش، تمام؟ بعد كده بخليه اوف وابدا اعمل بقى الكاباسيتيف ديفايدر. كان عندك كاباسيتيف ديفايدر، ما عنديش هنا امبليفاير زي الكيس اللي فاتت، انا عندي كاباسيتيف ديفايدر. طيب الكاباسيتيف ديفايدر هيبقى عامل ازاي؟ اكن عندي، تعالى نبسط كده الدايره، اكن عندي هنا ادي سي بي اه، تمام، واصل بالجراوند من فوق، وبعدين عندي هنا ادي سي يو واصله برده بالجراوند. سي يو دي اللي هي لوحدها، خد بالك دي ما هاش سويتش، دي موجوده لوحدها عشان تبالانس الريشيو زي ما هنشوف دلوقتي، تمام. وبعدين الكاباسيتورز بتاعتي هفترض ان انا عندي جزء من الكاباسيتورز سايبه ان هو واصل ب الجراوند زي ما هو، وجزء تاني هو اللي وصلته بالفي ريف. في جزء من الكاباسيتورز انا وصلته بالفي ار، تمام، في جزء تاني واصل بالكاباسيتور زي ما هو. الجزء اللي انا وصلته بالفي ار تعال نسميه ام ايه، تعال نسميه ام سي، تمام، ده الجزء اللي انا وصلته بالفي ار. خد بالك ان بقيه الاري دي كلها، يعني التوتال بتاع الاري دي توتال اوف كاباسيتورز بيساوي ايه؟ بيساوي المفروض السي فول سكيل ماينس السي يونت، مظبوط كده؟ يعني هنا في المثال بتاعنا ده 4 بيتس، تمام. لو انا جمعت دول فدول 8 و 4 و 2 يعني 14، هو في الحقيقه سي فور سكيل ماينس 2 سي يونت، في الحقيقه سي فور سكيل ماينس 2، لا انا معايا واحد كمان اهو نسيت الواحد ده، يبقى فعلا سي فور سكيل ماينس سي يونت اهو، تمام. وده بقى همسح دي كده اهو، يبقى انا معايا الجزء ده من الري اللي انا بعمله السويتشنج هو عباره عن سي فول سكيل ماينس سي يونت، ومعايا سي يونت كمان هنا ده اللي بيكمل التوتال بسي فول سكيل، تمام. طيب تعالوا بقى نبص هنا مع بعض اهو، انا عملت هنا ام ام سي، فاللي هيفضل معاك هنا اهو هو في الحقيقه سي فول سكيل ماينس السي يونت ماينس الام سي اللي انت وديتهم على ايه، ماينس الام سي اللي انت وديتهم على الفي ار. تعالوا بقى نعمل الكاباسيتيف ديفايدر مع بعض. فاحنا عارفين ان الفي اوت بتاعي هو الفولتج بتاع الاوتبوت هيساوي الفي ار مضروب في الكاباسيتور بقى اللي انا وديته للفي ار اللي هو الام سي اهو، تمام، هو الام سي اهو، ام سي يو طبعا، يعني كل سي من دي اللي هي سي يو طبعا مش محتاج نكتبها يعني، تمام، ومقسوم على التوتال بقى سام اوف كاباسيتورز. اجمع لي بقى كل الكاباسيتورز اللي عندك هنا اهو، عندك السي بي، تمام، وبعدين عندك الكاباسيتورز دي كلها على بعضها كده مجموعها بيساوي ايه في الحقيقه؟ مجموعها بيساوي سي فول سكيل في الحقيقه، مجموع الكاباسيتورز دي كلها على بعضها بيساوي سي فول سكيل. انت عندك هنا سي فول سكيل ماينس سي يو ماينس ام سي بلس ام سي يو هيطير مع الام سي يو اللي هنا، تمام، بلس سي يو هيطير مع السي يو في النص، تمام، فيفضل معاك السي فول سكيل ده كده، الجزء ده كده على بقى هو ده بقى هو ده سي فول سكيل. السي فول سكيل اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو بيساوي 2 تو ذا باور اوف ان اف سي يو اصلا، تمام. طيب الام دي بقى مين اللي هيحددها؟ الام دي اللي هيحددها هي الديجيتال بيتس بتاعتي، هي الديجيتال بيتس اللي انا هعملها السويتشنج اللي انا اكتبها بطريقه ماثيماتيكال، فانا اكني ماشي بالبيتس بتاعتي من اول البيت رقم 0 لحد البيت 2 تو ذا باور في ان ماينس 1، وطبعا البيتس بتاعتي باينري ويتد، اهي دي البيتس بتاعتي، ده كانه بيت 0 بيت 1 بيت 2 بيت 3، والبيتس دي باينري ويتد، دي البيت باينري ويتس، والكلام ده مضروب في ايه؟
في سي يو. فدي الماثيماتيكال ايه ايكويشن بتاعتي. طب الملاحظه بس اللي انا عايز اقولها هنا هي ايه, هي ان بغض النظر عن التفاصيل دي كلها فستيل عندك نفس الكيس اللي احنا قلناها قبل كده ان الفي اوتبوت بروبورشنال للام في الحقيقه اللي هو الديجيتال انبوت بتاعك. فبالتالي لما اغير الديجيتال انبوت الفي اوت هتتغير لينيرلي, مش هيبقى في اي نون لينيرتي في الموضوع. فرغم ان السي بي بيأثر معايا بس هل السي بي عمل لك نون لينير ايرور؟ لا, هو فعلا عمل لك جين ايرور فقط لا غير. السي بي هنا عمل لك جين ايرور مش بيعمل لك نون لينيرتي. طب امتى السي بي يعمل لك نون لينيرتي؟ السي بي يعمل لك نون لينيرتي لو هو نفسه نون لينير. يعني ايه؟ يعني الفولت اللي على السي بي ده هو انهي فولت في الحقيقه؟ هو ده الفي اوت نفسه. فالفي اوت ده بيتغير, الفي اوت ده فانكشن في الايه؟ فانكشن في الانبوت. الانبوت تاني اللي هو مش الفي ان بقى هنا عندي ده ديك الانبوت اللي هو الام ديجيتال كود. ها فالفي اوت بيتغير. لو السي بي ده نون لينير كاباستور, يعني ايه نون لينير كاباستور؟ يعني قيمه الكاباستنس تعتمد على الفولت. لو قيمه الكاباستنس فانكشن في الفولت, ها زي الكاباستورز بتاعت السويتشز في الحقيقه, تمام, او الكاباستورز ده السويتش ده هيبقى ليه كاباستنس مثلا, السويتش ده كده ليه كاباستنس, دي نون لينير كاباستنس بتتغير حسب الفولت. بي ان جانكشن وكل كل الكاباستورز دي عباره عن ريفرس بايست بي ان جانكشنز في الحقيقه. الجانكشن كاباستنس يعني لو انت خدت الجزء اللي هو بتاع الموسفت كاباستنس اللي هي سيدريم بالك وسي سورس بالك, دي عباره عن جانكشن كاباستورز. والجانكشن كاباستورز فانكشن في الريفرس فولتج اللي عليها, فانكشن في الفولتج اكروس الكاباستور, دي عباره عن نون لينير كاباستورز. برضه الانبوت كاباستنس بتاعت الاو تي اي, لو انت عندك هنا او تي اي او لو عندك كومباراتور, تمام, برضه ليهم كاباستنس. ما هو السي بتاعت الاو تي اي والكومباراتور دي هتبقى نون لينير كاباستورز, دي اللي ممكن تعمل لك نون لينيرتي. ان هو اكنه جين ايرور بس جين ايرور عمال يتغير حسب الانبوت. فده كده ما هو الفاريبل جين ايرور ده معناها نون لينيرتي في الحقيقه. ما لو جين ايرور ثابت معناها بضرب الستوب بتاعك في رقم ثابت, لو جين ايرور بيتغير معناها الستوب عمال يزيد ويقل, معناها انا عندي نون ايه, انا عندي نون لينيرتي. فبالتالي انا بحاول اعمل ايه, بحاول اخلي النون لينيرتي بتاعت السي بي دي نيجليجبل بالنسبه للسام ده كله. هو ده انا بحاول اعمله. لو انا حققت الهدف ده, لو انا خليت النون لينيرتي بتاعت السي بي نيجليجبل بالنسبه للسام, هقدر ان انا اقول ان الكاركترستكس بتاعتي لينير رغم ان هي باراسيتك سنسيتيف. هي سنسيتيف للباراسيتكس بس الباراسيتكس بتعمل لك جين ايرور ما بتعملكش نون لينير ايرور. وده في الحقيقه بقى يعني هناخد برضو الموضوع ده بالتفصيل في الاي دي سيز وهنسمع عنه دلوقتي. ده في الحقيقه احد الفاكتورز اللي بتحدد السليكشن بتاع السي يو. هختار قيمه اليونت اليمنت ازاي؟ احنا احد الفاكتورز المهمه موضوع الماتشنج. الماتشنج بيقول لك انا كل لما اكبر الاريا زي ما احنا عارفين بيحصل افريجنج اوت للايه للايرورز, تمام. لما يحصل افريجنج اوت للايرورز معناها ان الماتشنج هيبقى احسن. فبالتالي ده بيخليك تروح تختار سي يو كبيره. بس السي يو الكبيره قوي دي بتعملك ليميتيشن للسبيد وبتزود لك الباور كونسامشن. بقى خد بالك ان انا عندي هنا باور كونسامشن هو زي الديجيتال باور كونسامشن كده. عارفين في الديجيتال باور كونسامشن بيكون الدايناميك باور لما بعمل سويتشنج, تمام, بيكون الباور بروبورشنال لي الكلوك بتاعتي في الكاباستنس في الفي دي في سكوير. فهو ده هيبقى في المين سورس اوف باور في الحقيقه في التشارج دومين دايكس او التشارج دومين اي دي سيز. الباور اللي هي مستهلكه في ان انا بشحن وافرغ الكاباستورز زي الباور بتاع الديجيتال بالظبط. عشان نقلل الباور بنحاول ان احنا ايه, بنحاول ان احنا نقلل الكاباستنس في الحقيقه عشان تقلل الباور كونسامشن. كل ما هتقلل الباور كونسامشن كل ما هتقلل في الايه في الكاباستنس. لما تيجي تقلل بقى الكاباستنس دي, لما تقلل في الكاباستنس معلش كل ما تقلل في الكاباستنس كل ما بتقلل في الباور كونسامشن. لما تيجي تقلل الكاباستنس بقى بتصطدم بكذا حاجه, في كذا حاجه ممكن تعمل لك ليميتيشن. رقم واحد الماتشنج ممكن يعمل لك ليميتيشن, ولكن في الحقيقه بقى الواقع ان انا اقدر اجيب فيري جود ماتشنج حتى لو استعملت سب فيمتوفاراد كاباستنس في الحقيقه. في بيبر بتاعتي هقول لكم اسمها كمان شويه صغيرين بتتكلم عن الموضوع ده. حتى لو استعملت سب فيمتوفاراد كاباستنس اقدر اجيب فيري جود ماتشنج, تمام. فيعني ده مش مشكله كبيره. هتيجي مشكله تانية اللي هي النويز. لو فاكرين النويز دايما عكس الايه, عكس الكاباستنس. احنا كنا خدنا قبل كده ان النويز ار ام اس دايما بتبقى in terms of kt over c. فلما اقلل الكاباستورز هزود الايه, هزود النويز في الحقيقه. فدي برضو ماهيش مشكله كبيره قوي. ليه؟ لو فاكرين خد بقى ان لو انا عندي كاباستورز في الرينج بتاع البيكو فراد توتال, خد بالك توتال, خد بالك ان هنا عندي في الدينومينيتور توتال كاباستنس, ماشي. فالكاباستنس في الرينج بتاع البيكو فراد في الحقيقه بتاعت الاري ان توتال, فده هيضمن لك ان انت ممكن تجيب تخلي الثيرمال نويز يعني اقل من الاي كوانتايزيشن نويز اب تو 12 او 14 بيت ريزوليوشن. فاكرين من محاضره الايه لما خدنا محاضره الكوانتايزيشن, تمام. فما هياش مشكله
كبيرة. بتفضل بقى مشكلة اللي هي مشكلة النالينياليتي دي. أنا لازم أخلي السام ده اللي هو الان سي يو أكبر بكتير من النالينياليتيز أو الفاريشنز اللي بتحصل في الايه في السي بي. فبيفضل معاك الفاكتور ده تمام. بس اوفر اول في الحقيقه لما ادخل الفاكتورز دي كلها بلاقي ان انا ممكن اجيب فيري جود ريزوليوشنز وذ فيري سمول يونت كاباسيتورز. طب واحد هيسالني هي اصلا النويز في الدايره جايه منين؟ طبعا النويز جايه من الان ريزيستنس بتاعت الايه بتاعت السويتشز اللي تحت. من كل سويتشز دي معموله بموست ترانزستورز والموست ترانزستورز هيبقى ليهم نويز. فالسويتشز جايه من الايه النويز جايه من السويتشز دي كلها. طيب والسي بي ده هل انا كاباستور انا حطه بايديا؟ طبعا لا, سي بي ده مش كاباستور انا حطه بايديا, دي الكاباستنس اللي بتمضل بقى سي بي دي بتلامب كل الايه كل البارازيت الكاباستورز اللي موجوده في الايه في الاري بتاعتي بقى. سواء الكاباستنس دي جايه من الايه الباتم بليت توب بليت كاباستورز بتاعت الكاباستورز دي, بالك كل كاباستور من دول هيبقى ليه توب بليت بارازيتك وهيبقى ليه باتم بليت ايه بارازيتك, او جايه من زي ما قلنا الانبوت كاباسيتنس بتاعه الاو تي اي او الكومباراتور اللي هي ميكست ستيج. عموما في الاخر انا بدرايف الفي اكس ده هيدرايف حاجه, الحاجه دي لازم يكون ليها برده كاباسيتنس, سواء بيدرايف كومباراتور بيدرايف او تي اي بيدرايف لود بيدرايف اي حاجه من الايه من الحاجات دي تمام. السويتش ده برده هيكون ليه ايه هيكون ليه بارازيتك كاباسيتنس, كل الحاجات دي هتكونتريبيوت معايا. الكاباسيتورز بقى اللي موجوده هنا في الباتم بليت او الكاباسيتورز بتاعه السويتشز دي مش هتاثر عليا في الحقيقه, ان هي يا اما هتكون واصله بالجراوند يا اما هتكون واصله بالفي ار. هي واسطه بايديال سورس لو افترضت طبعا ان الفي ار ده يعني بافرد تمام, فبالتالي مش هتاثر ايه مش هتاثر عليك. فطبعا لما اجي بقى اللي هي بتاعه الاري دي برده بتاعه الكاباسيتورز دي بعملها برده في صوره ماتريكس بالشكل ده عشان احسن برده الايه الماتشنج ما بين اليونت اليمنت بتاعتي, وبرده بتكون كومن سنترويد. لو بصيت هنا هتلاقي عندك هنا الاليمنت اللي هو رقم 9 ده كده ال اس بي في منه واحد بس, وبعد كده رقم 8 في منه 2 ده البيت اللي بعده, رقم 7 في منه 4 2 هنا و2 هنا وهكذا. طبعا رقم 1 ده هو الايه هو الام اس بي بتاعك, والدي طبعا دي دامز بحط الدامز اول اراوند ايه اول اراوند ذا اري عشان اتجنب الايدج افكتس عشان يبقى الاليمنتس على الايدج زي هذه الاليمنتس اللي جوه. وعندي هنا طبعا بقى الدرايفرز اللي هدرايف السويتشز. طبعا لو باينري اري معناها ان الوان والوان دول كلهم متجمعين في الاخر على سويتش واحد كلهم واصلين ان بارلل. طبعا لو حاجه زي دي معموله يونري تبقى كابوس, طبعا مستحيل ان كل اليمنت يكون على سويتش ورايح الديجيتال سيجنال بتاعته, هيكون صعبه جدا مستحيله تمام. لكن طبعا دي باينري اري فكل رقم 2 دول واصلين ان بارلل مع بعض, كل رقم 1 واصلين ان بارلل مع بعض وهكذا. فانا في الاخر اوفر اول ما عنديش غير 9 سويتشز بس في الحقيقه, هم 9 سويتشز بتحكم فيهم ايه هنا بس. طبعا ممكن اعمل لهم ايه ديستريبيوشن اخليهم سويتشز ان بارلل لو انا لو انا عايز اخليهم كده سويتش ان بارلل, بس في الاخر نفس الديجيتال سيجنال بتتحكم فيهم. طبعا مشكله اللي زي ما قلنا بقى الموضوع ده ان الـ ان الكاباسيتورز بتاعتك بتزيد اكسبوننشالي مع نمبر اوف بيتس. لو انا عندي 10 بيتس محتاج 10000 محتاج 1000 يونت اليمنت, لو انا عندي 11 بيت هحتاج 2000, لو انا عندي 12 بيت هحتاج 4000 تمام. في الاريا كل مره بالدبل تمام. طب عشان اتجنب بقى الموضوع ده محتاج ان انا اعمل ايه؟ احد الطرق ان انا مصغر اليونت اليمنت, احاول اصغر الكاباسيتنس تمام. لما اصغر الكاباسيتنس زي ما قلنا هقابل بقى مشكله سواء بقى النويز او الماتشنج او الايه او اللينياريتي تمام. فبتشوف انهي واحده هتعمل لك الليميتيشن, بتعمل هاند اناليسيس طبعا مع سيميليشنز وبتشوف انهي واحده هتعمل لك الليميتيشنز. فكنت بقول لكم بقى ان ايه ان في ميجرمنتس عملناها قبل كده اثبتنا ان لو انت استعملت حتى فيو اور سب فيمتو فراد كاباسيتورز تمام يونت كاباسيتورز ممكن تجيب فيري جود ماتشنج وممكن تعمل داكس واي دي سيز اب تو 12 بيت ريزوليوشنز. ودي برده كان بيبر كده شهيره كان من اوائل الناس اللي استعملوا سب فيمتو فراد كاباسيتورز يونت كاباسيتورز في تشارج ريديستريبيوشن داك موجود طبعا جوه تشارج ريديستريبيوشن اي دي سي كان استعمل اراوند 0.5 فيمتو فراد كاباسيتور. طبعا بقى بالنسبه للايه لللي اوت المشكله اللي كنا بنقولها بقى ان الراوتينج بتاعك في الحقيقه مش مشكلته بس ان في واحد هيقعد يعمله, مش هي دي المشكله. المشكله ان الوايرز بيكون ليها بارازيتك كاباسيتنس, فلو البارازيتك كاباسيتنس بتاعت الوايرز دي بوظت الباينري ويتس اللي انت عاملها ده هيترجم النون لينيارتي طبعا تمام. فلازم يا اما تخلي البارازيتك كاباسيتنس بتاعت الوايرز ما تاثرش عليك خالص, يا اما تحاول تخلي الوايرز الكاباسيتنس بتاعتها جزء نفسه من الايه جزء من اليونت اليمنتس. وطبعا حاجه مش سهله لان هي بتبقى مش ايه مش ويل كنترولد وصعب ان انت تعمل ماتشنج بايه الوايرز, فدي تبقى الصعوبه بتاعت الراوتنج يعني. فاما تعمل شيلد ويخلي البارازيتك كاباسيتنس ما تاثرش عليك خالص,
يا اما تحاول ان انت تخلي زي ما قلنا الايه الكباسنس جزء من الوايرز. في اظن لاب بتاع لاي اوت كده موجود في كورس اللاي اوت بتعمل فيه راوتنج لكاباستور اري كنت بتبص عليه, بس ده كان بيتكلم على ام اي ام. دلوقتي معظم اليونت كاباستورز دي في الحقيقه بتتعمل بالبارازيتكس, يعني بتجيب ميتال وايرز بس جنب بعض كده والكاباستنس ما بينهم هي دي اليونت كاباستور بتاعتك. يعني مش بتجيب كاباستور من الكيت وتحطه, لا بتعمل بارازيتك كاباستنس لو انت عايز تجيب حاجه صف فيمتو فراد. يعني مفيش مش هتلاقي في الكيت كاباستور صف فيمتو فراد, مش هيكون موجود, فانت تعمله كبارازيتك كاباستور. فخلاصه الكلام ان انت ممكن تعمل فيو صف فيمتو فراد كاباستورز, فده ممكن يسمح لك بهاي ريزوليوشن. طب ايه الالترناتيف؟ انا مش عايز اعمل كده. يعني الناس في الاندستري بالذات بيكونوا خايفين قوي من حكايه ان انا استعمل كاباستور مش موجود في الكيت. لك كاباستور مش موجود في الكيت انا اللي هعمله بايديا, انا مش متاكد من البيهيفير بتاعه هيبقى عامل ازاي, ولا عندي ماتشنج داتا, ولا عندي اي ميجرمنتس ليه, فانا مش هقدر اعمل حاجه زي كده, مش هترست حاجه زي كده. تمام. في الاكاديميه الناس بيبقى عندهم طبعا يعني جرأة اكتر, بيجرب والدنيا تشتغل ما تشتغلش, وحتى لو اشتغلت بس بيلد وحش مش هتفرق معاه. في الاخر لو اشتغلت هينشر البيبر بتاعته وهيتخرج وخلاص. تمام. تفرقش معاه بقى يلد بكام وكام تشيب هتشتغل من كل 1000 تشيب, حاجات ما تفرقش معاه خالص. هو في تشيب واحده بتشتغل هيعمل عليها البيبر وخلاص. فالدنيا بتبقى مختلفه شويه. فبالتالي في الاندستري بيحاولوا يتجنبوا الموضوع ده, ان هم يستعملوا حاجه مش موجوده في البي دي كي, مش كاركترايزد قبل كده, مش ميجرد قبل كده. فايه الالترناتيفز اللي عندهم؟ ايه الالترناتيف اللي قدامي؟ ممكن اعمل حاجه زي كده, استعمل كاباستورز ان سيريز. ما لو انا عايز اجيب مثلا يونت اليمنت مثلا بواحد فيمتو, وانا عندي الكاباستور اللي في الكيت 2 فيمتو, حط 2 فيمتو سيريز مع 2 فيمتو, ده هيبقى ايكويفالنت لايه؟ لواحد فيمتو. بس المشكله في حاجه زي كده ايه, ان انا لما احط كاباستورز ان سيريز, يعني لو انا عندي هو حطيت سي وسي ان سيريز, دول كده ايكويفالنت لايه؟ لسي على 2. تمام. المشكله ان انا عندي هنا فلوتنج نود, عندي فلوتنج نود وهاي امبيدنس نود. تمام. فممكن برضو تديك unexpected behavior, ممكن تعمل لك unexpected behavior. طيب في حالة تاني بقى أحسن من ده شوية. الحالة ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت في الآخر أنت عايز تغير في قيمة الكاباستنس ليه؟ عشان تغير في التشارج. في الحقيقة الأوبريشن هنا قائمة على التشارج, صح؟ تمام. ده كده تشارج دومين داك. أوكي. فأنا في الحقيقة أنا عندي في الكاباستورز دي بعمل binary weighted charges, لأن الكيو بتساوي C في الـ A سي في الفي, وانا مثبت الفي صح كده, وبخلي السيز باينري ويتد. فبعمل باينري ويتد تشارج. اقول لك طيب بدل ما تخلي السيز تقعد تلعب في السيز, تمام, العب في الفي. مش في الاخر انت عايز التشارج باينري ويتد, فهي انا لعبت في السي, انا لعبت في الايه, انا لعبت في الفي. تمام. فهعمل ايه؟ بدل ما انا هشحن كل مره بفي, لا انا ممكن لو انا استعملت نفس الكاباستور بس مره شحنت مثلا بفي ومره بفي على 2 ومره بفي على 4, يبقى كده جبت اكني جبت ايه كاباستور صغير في الحقيقه. ده ايكويفالنت بالظبط ان انا جبت سي وسي على 2 وسي على 4. تمام. فهستعمل الكاباستور مثلا هو 2 فيمتو ده, اوكي, بس احط عليه في على 4, يبقى ده اكنه ايكويفالنت لنص فيمتو. هي نفس التشارج في الاخر, التشارج هي برودكت بتاع السي في الايه في الفي. طبعا واحد بقى صحيح هيقول لي بقى طب انا ازاي هجيب الفي على 2 والفي على 4, انا كده عايز داك تاني بقى. او فعلا انا عايز داك تاني, فانا عندي اوكسيلري داك, داك بقى مساعد هيجي يساعدني. تمام. طيب الاوكسيلري داك ده هعمله ازاي؟ ابسط حل ان انا اعمله العب بقى في البوتوم بليت فولتج زي ما كنا بقول بقى عن طريق ريزيستور سترينج داك. الله. بس الريزيستور سترينج ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه باور كونسامشن. يعني لو عملت داك كده ريزيستور سترينج يطلع لك الفي على 2 والفي على 4, هيبقى جميل جدا ورائع كبرفورمانس يعني. بس مشكلته ان انا عندي هنا ستاتيك باور ايه كونسامشن. قلت اصلا ميزه الاركتكتشر دي اصلا ان هي بتقلل الستاتيك باور كونسامشن اصلا. يبقى انا كده هرجع اجيب نفس المشكله دي, يقول لك طب خلاص ما تعملوش ب ريزيستور سترينج, اعمله بكاباستور ايه كاباستور سترينج, اعمله اكنه كاباستيف ايه, اعمله اكنه كاباستيف ديفايدر. تمام. اعمله اكنه كاباستيف ديفايدر. طب تعالى نشوف الايه الاوبشنز دي امبلمنتد ازاي. ده كده المثال بتاع ان انا حطيت كابس ان سيريز زي ما قلنا. الاثنين الان سيريز دول هيبقى ايكويفالنت لسي على ايه, هيبقى ايكويفالنت لسي على 2. تمام. طيب الاوبشن بقى التاني زي ما قلنا ان انا جنريت هنا فاريبل فولتجز, فده برضه اكني بلعب بدل ما العب في السي بلعب في الايه في الفي, وفي الاخر الكيو بتساوي السي في الفي. لكن السؤال بقى ازاي هعمل الداك اللي هيجنريت الفولتجز دي؟ هعمل الداك اللي هيجنريت الفولتجز دي برضه عن طريق كاباستور اري. يعني زي ما انا المين داك بتاعي عباره عن كاباستور اري, هيبقى الاوكسيلري داك اللي هيجنريت الفولتجز دي برضه عباره عن ايه؟ برضه عباره عن كاباستور اري.
طيب واحد هيقول لي ما انا اصلا عندي كباسيتور اري، ايه لازمه ان انا احط كباسيتور اري كمان تاني؟ انا مشكلتي دلوقتي ان انا عايز اصغر في الاريا بتاعت الكباسيتورز دي، عشان اصغر في الاريا بتاعت الكباسيتورز بحاول اصغر في اليونت اليمنت، فانا جبت اخر يونت اليمنت، اصغر يونت اليمنت ممكن استعمله اللي هو السي ده. طيب فما ينفعش، ما فيش عندي لو ده مثلا سي مثلا 2 فهمته مثلا فراد، ده اصغر حاجه موجوده عندي في الكيت، مش عارف استعمل حاجه اصغر من كده. فبدل ما انا اروح بقى اجيب واحد فهمته ونص فهمته، لا انا هلعب في الفولتج زي ما اتفقنا. طب هلعب في الفولتج ازاي؟ عن طريق داك تاني. الداك التاني ده بقى مش لازم احط فيه كباستر صغيره، ان هو يبقى داك صغير، يعني الداك اللي انا عايز اجنريت بيه الفولتجز دي مثلا، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 2 بيت داك، تمام، او 3 بيت داك مش هتفرق، فهيبقى داك صغير. تمام، هيبقى 2 بيت داك، داك صغير، عندك فيه عدد قليل من الكباسترز، فممكن استعملها كباسترز كبيره بقى، ما عنديش المشكله. تمام، طيب الامبلمنتيشن بقى بتاع حاجه زي كده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بالشكل ده، هو اكن ده كده، ده كان ال اس بي بتاع الاري القديمه بس عملت له روتيت بس 90 ديجريز، وده كده الاوكسيلري داك بتاعي اهو. اه خد بالك، الاوكسيلري داك ده بقى اعمله بيونت اليمنتس كبيره، مفيش مشكله، هو نمبر اوف بيتس صغير، هنا ده عباره عن 3 بت، الاوكسيلري داك عباره عن 3 بت. الاوكسيلري داك ده بيعمل ايه؟ بيغير في الفولتج اللي هو الفي اكس. الفي اكس ده اكنه البوتوم بليت فولتج بتاع السيلي في النص ده، بنسميه بريدج كاباستور. ليه بنسميه بريدج؟ ان هو بيعمل بريدج بين الاري اللي على الشمال والاري اللي على ايه؟ والاري اللي على اليمين. فده بقى الحل اللي هو برضو يعني كومن في الاندستري في الحقيقه، ان هو بدل ما يستعمل يونت اليمنتس صغيره يروح يعمل ايه؟ يروح يعمل تو اريز، تمام؟ والتو اريز دول كونكتد ببريدج ايه؟ ببريدج كاباستور. فتعالى برضو ناخد برضو مثال عشان نحس بالموضوع اكتر. ده كده مثلا 6 بيت داك. طيب 6 بيت داك لو انا عملته باينري ويتد اري، هيبقى عندي اليونت اليمنتس بتاعتي سي، هيبقى عندي سي و2 سي و4 سي وهكذا، تمام، لحد 32 6 بت اللي هي 2 اس 6، 2 اس 6 ب 64، فهيبقى عندي هنا لحد 32 سي، فالتوتال بتاعي هيبقى 64 طبعا ماينس 1، يعني التوتال بتاعي هيبقى 65 سي، كل سي ليه اريا معينه، تمام. فانا زي ما قلت حتى لو استعملت السمولست كاباستور هضرب الاريا دي بقى في 65 مع الراوتنج مع القصه دي كلها، اللي بتكبر طبعا اكبر بكتير، يعني مش عارف الكاباستور بس، تحتاج ايه قصه ثانيه اللي هي موضوع الراوتنج والكلام ده والديزاين رولز والكلام ده كله. طب لو عملته بقى بالطريقه دي، بالطريقه دي اكبر كاباستور عندي خد بالك في الباينري كان بيساوي كام؟ كان بيساوي 32 سي. هنا اكبر كاباستور بيساوي كام؟ بيساوي 4 سي بس، تمام. اجمع التوتال كاباستورز هنا بكام؟ تمام، انا عندي هنا هم الاوكسيلري دول عباره عن 7 سي، سي بريدج ده برضه بيبقى في الاوردر بتاع السي، اعتبر ان هو بيساوي سي، تمام. فعندك هنا كام؟ عندك هنا 4 و4 عندك 8 سي، فالتوتال هنا هيبقى كام؟ هيبقى 15 سي. فالاريا بتاعت الكباستور اري دي هتبقى ربع الاريا بتاعت الكباستور اري الثانيه، يبقى انا كده قسمت الاريا على 4. خد بالك ان الاريا دي هي اغلى حاجه في الحقيقه في الاي سي بتاعتك، تمام. انت بتدفع ثمن الاي سي بالمليمتر سكوير، لما تدخل كمان على فكره اليلد في المعادله بتلاقي ان الكوست في الحقيقه بتاعت التشيب بتبقى بروبورشنال للاريا سكوير، فلما تنزل الاريا الربع معناها ان انت قللت الكوست 16 مره، ما تستهونش بحاجه زي كده. لما الكوست بتفرق معاك 10 سنت مع الفوليوم الكبير ده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك فرق كبير جدا في الايه؟ في الريفنيو بتاعك. فاللي انا بعمله بقى في الحقيقه هنا ان انا كاني عايز الفي اكس ده بقى اتحكم فيه عن طريق الايه؟ عن طريق الاوكسيلري داك اللي انا حطيته بقى، فيخلي لي الفولت اللي هو على شمال السي بريدج ده، تمام، اقدر بقى ان انا اخليه بيساوي في ار على 8، او طبعا ب ال اس بيز في ار على 8 لحد لما يوصل لك لايه؟ لحد ما يوصل لك الفي ار ماينس الفي ار على 8، اخد بيه الايه؟ اخد بيه الفولتجز اللي انا عايزها كلها. تعالوا نشوف مثال برده بالايه؟ بالارقام هنا اهو. افترض معايا ان الفي ريف ب 1 فولت وان الفي ريف ماينس ب 0 فولت، وبعدين انا هنتقل من، خد بالك ان انا الام اس بيز دلوقتي هعتبرها ان هي كلها ثابته عند قيمه معينه، وهقول ان انا هروح من اول 001 لحد 111. طبعا خد بالك ان انا هنا الجزء ده كده، ده كده الام اس بيز طبعا، والجزء ده كده هو ايه؟ هو ال اس بيز بتاعتك، تمام. طيب فلو انا ال اس بيز بتاعتي ب 001 الفولت اللي هو الاكس ده هيساوي هيساوي كام؟ طيب الاري دي كلها بتاعتي
لو انا حاطط بيت واحد بس يبقى انا مختار الكاباستور ده بس، اكني جبت الايه، جبت السويتش ده هنا، فهيبقى سي على التوتال كاباستنس. طيب السي على التوتال كاباستنس اللي هي بتساوي كام بالنسبه للتوبولوجي دي؟ خد بالك النقطه دي عندي اكنها فيرتشوال جراوند، فاكن سي بريدج من الناحيه دي مش شايف الايه، مش شايف بقيه الكاباستورز. فهي التوتال كاباستنس عندك هي سي بريدج بلس 7 سي. طيب السي بريدج ده لو انا حطيته هو كمان سي يبقى ده هيديك تمن ايه بقى؟ تمن الفي ار، هو ده اللي انا عايزه. طيب لو انا عملت بقى كل الكاباستورز وصلتها بالايه، بالفي ار، تمن فولت يعني لو حطيت في ار بواحد، لو جبت كل الكاباستورز هنا فهيبقى 7 سي على سي بريدج بلس 7 سي، هيديك 7 على 8. يبقى انا اقدر افاري الفولتجز ده بال اس بي بتساوي في ار على 8 من اول الفي ار لحد 7 على 8 في ار. وبقى كني زي ما قلت في الاخر انا بلعب في الايه، كني بلعب في التشارج، التشارج بتساوي كيو بتساوي سي في الايه، في الفي. فيا اما انا هلعب في السي بريدج ده اصغره، يا اما اثبته والعب في الفولت، تمام. والفولت بتاعي هيكون جاي منين؟ الفولت بتاعي هيكون اللي هو الايه، الفي اكس الموجود هنا. بكده نكون خلصنا الايه، التشارج دومين داكس. على فكره هنحتاجها تاني ان شاء الله لما نيجي نتكلم على السار اي دي سي، هنتكلم عليها تاني. دلوقتي فاضل معانا بقى التايم دومين ايه، التايم دومين داكس. التايم دومين داكس زي ما قلنا المفروض ان فاميليار بيها بالفكره بتاعه البالس ويدز موديوليشن اللي موجوده في اي مايكرو كنترولر. في الحقيقه انا الداك بتاعي في الكيس دي هيكون ليه 2 ليفلز بس. فلو جيت ارسم الريسبونس بتاعه ال1 بيت داك ده هلاقي في الحقيقه الريسبونس ليها 2 ليفلز بس، عكس الان بيت داك كان عندي الايه، عندي شكل السيركيس ده. ففي الان بيت داك انا عرفنا بقى وقتها الدي ان ال والاي ان ال والحاجات دي كلها، كنا بنمجر ايه، بنمجر الترانزيشنز دي ونقيس الدي ان ال وشوف اللينيرتي ونجيب الاي ان ال. في ال1 بيت داك في الحقيقه الحاجات دي مالهاش معنى في الحقيقه، الناس ستيب واحده بس، ستيب واحده بس. فالدي ان ال والاي ان ال انديفايند اصلا مالهمش اي معنى، فبالتالي انا مش محتاج اي ماتشنج اصلا. هم عندك 2 ليفلز بس، مفيش حاجه اسمها ماتشنج، مفيش حاجه اسمها دي ان ال، مفيش حاجه اسمها اي ان ال، فكونسبت مختلف خالص. لو اشتغلت في التايم دومين هيبقى ان انا الفولتج ليفلز بتاعتي بقى ملهاش معنى الدي ان ال والاي ان ال اللي موجودين فيها، تمام. انا في الحقيقه هبص بقى على التايم دومين، هو انت محتاج تبص ايه، تبص عليه. طب ازاي اقدر ان انا ابني انالوج سيجنال في التايم دومين؟ نرجع تاني للفكره اللي كنا بنقولها، موضوع البالس ويدز موديوليشن. وانا في الاخر لو انا عندي بالس ويدز موديوليتد سيجنال زي السيجنال اللي انا شايفه هنا كده، لما احطها على لو باس فلتر، فاللو باس فلتر بيقيس الافريج بتاع السيجنال، تمام. فهنا عندي نارو بالسز فالافريج صغير، فاللو باس فلتر هيطلع لك فاليو صغيره. هنا عندك وايد بالسز فالافريج كبير، فاللو باس فلتر هيطلع لك ايه، هيطلع لك ويدز كبير. فلو عندي بي دبليو ام سيجنال زي السيجنال دي وحطيت بعدها لو باس فلتر، هيطلع لك في الاخر الساين ويف اللي احنا شايفينها هنا. فانا عملت الانفورميشن بتاعتي خزنتها في الحقيقه في الايه، في التايم دومين. بس طبعا عشان اعمل حاجه زي كده بقى محتاج ان البالسز بتاعتي دي يبقى التايمنج بتاعها صغير جدا بالنسبه للفريكوانسي اللي انا عايزها. يعني خد بالك الاف بتاعت السيجنال نفسها هنا او البيريد بتاعت السيجنال هنا انا نسميها التي نود، تمام، اكبر بكتير من الايه، اكبر بكتير من التي اس. او بمعنى اخر بقى انا محتاج ان الاف اس تبقى اكبر بكتير من الاف نايكوست، تمام. ده بنسميها ان انا عندي لارج اوفر سامبلنج ريشيو. اتكلمنا شويه عن الموضوع ده قبل كده وان شاء الله هنتكلم عليه برده ثاني بالتفصيل مع السيجما دلتا اي دي سيز. البالس بتاعتي ممكن تكون بالس ويز موديوليتد، ممكن تكون بالس دينستي موديوليتد. ايه الفرق؟ اللي احنا شايفينها هنا دي عباره عن بالس ويدز، ان انا بغير في الويدز بتاع البالس اهو، زي هنا اهو عمال اغير في الويدز بتاع الايه، بتاع البالس. البالس دينستي ان هي نفس البالس بس بكررها كتير، هي نفس البالس بس بكررها كتير. طب ايه ميزه حاجه زي كده بالنسبه للبالس دينستي؟ في الحقيقه البالسز ما هياش ايديال. انا برسمها كده اهو، مثلا اهو برسمها كده اهو، اه المفروض ان البالس مثلا اللي تحت لو دي مثلا 1 تبقى دي 2 تناظر 2. في الحقيقه البالس مش هتبقى ايديال، هيبقى ليها ايه، رايز تايم وليها ايه، وليها فول تايم بالشكل ده، تمام. وانا في الحقيقه بقيس الاريا، بقيس الانرجي اللي موجوده هنا او بقيس الاريا اللي موجوده هنا اهو. اللو باس فلتر بيعمل عمليه انتجريشن في الحقيقه، بقيس الاريا. طب هنا هتبقى البالس كده اهو بالشكل ده، هل لما عملت الرايزنج والفولنج ده هل بقى دي ضعف دي بالظبط؟ لا، في الحقيقه ما بقتش ضعفها، ما بقتش ضعفها بالظبط، تمام. ليه؟ لان هنا انا عندي الايرور، انا عندي هنا جماعه 2 ايرورز وهنا برده جماعه ايه، جماعه 2 ايرورز، المفروض اجمع 4 ايرورز عشان يفضلوا ايه، عشان يفضلوا باينري ويتد. لكن لو اشتغلت بقى بالس دينستي، لو اشتغلت بالس دينستي عملت واحده كده والثانيه كده، بغض النظر بقى عن اي ايرور هيحصل، الايرور هيحصل في اليونت بالس بتاعتك، فبالتالي هتفضل دي اكزاكتلي بتساوي ضعف ايه،
تفضل دي اكزاكتلي بتساوي الضعف دي بغض النظر عن نوع الايرورز اللي هيحصل. فبالتالي البالس دينستي موديوليشن هيافويد الايه ديستورشن نتيجه الاسيمتريز في الفولينج والايه والرايزنج، وزي ما انا بعمل ريكونستراكشن للسيجنال عن طريق لوباس فلتر. طب لو جينا بقى نبص على تاثير بقى الجيتر على التايم دومين داج بتاعنا، احنا اوريدي على فكره كنا خدنا قبل كده فما اخذنا سامبل اند هولد، كنا خدنا ازاي الجيتر بيأثر على الاس ان ار بتاعتي، وقلنا ان الجيتر بيعمل ليميتيشن للاس ان ار، وعملنا ديريفيشن دي الايكويشن دي مع بعض قبل كده. الجيتر ازاي بيأثر على الاس ان ار بتاعتي بيعمل لها ليميتيشن. الحاجات اللي احنا كنا عملنا لها ديريفيشن قبل كده هي اللي مرسومه هنا بالخطوط اللي هي الايه الداتد، ده سامبل داك، ده الداك الطبيعي بتاعي، وخطوط السوليد بقى هي سنجل بيت داك، سنجل بيت داك مع اوفر سامبلنج ريشيو بتساوي 5. طيب لو احنا عملنا اناليسس وعايزين نحسب تاثير الجيتر على السنجل بيت داك، فتعالى نفترض معايا ان السنجل بيت داك بتاعك بيخرج حاجه فروم ماينس 8 و A وذ اكتيفيتي فاكتور بيساوي الفا، بيخرج بالسز، البالسز دي كده من اول ماينس A لحد A والاكتيفيتي فاكتور بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي الفا. طب انا عايز احسب الايه؟ عايز احسب السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي. طيب فالجيتر هيخلي ان البالسز بتاعتي تيجي ايه بدري شويه او متاخر شويه، فكن مع السيجنال الاصليه كني بزود او بطرح عليها نارو بالسز بالشكل ده، لكن عندي نارو بالسز بالشكل ده كده بزودها وبطرحها من السيجنال بتخليها تيجي بدري شويه او متاخر شويه. الويدث بتاع البالس دي هيبقى الار ام اس بتاعه هو الايه؟ هو السيجما جيتر اللي احنا بنحكي عليه، والبيريد بتاعتها هتساوي التي اس اللي هي بتساوي 1 اوفر اي 1 اوفر اف اس. فلو انا حسبت الايه الافريج باور اللي موجوده في الشكل ده، خد بالك ان انا عندي بيك تو بيك كده بيساوي ايه؟ بيساوي 2 اي. فلو جيت احسب الباور اكن الباور هي 2 اي في السيجما جيتر، لكن جبت كده الاريا دي كده تمام، عشان اجيب الافريج باور بقسم على تي اس، وكده بضرب في الاكتيفيتي فاكتور اللي هو انا عندي بالس اصلا ولا لا، انا عندي بالس دنسي موديليشن، بضرب الاكتيفيتي فاكتور اللي هو الالفا، اخد بقى التربيع بتاع الكلام ده كله. فده كده كان جبت الباور بتاعت النويز دي كده، النويز ايه؟ النويز باور. طب واحنا عارفين ان انا بفرض ان السيجنال بتاعتي هي ستاندرد ساينوسويدال سيجنال، دي السيجنال بتاعتي، فالسيجنال باور هيكون الايه الامبليتيود سكوير على 2، دي الباور بتاعت الايه بتاعت السيجنال اللي هي ساينوسويدال. طبعا الايه اللي هنا هتطير مع هتطير مع الايه اللي هنا دي كده هتطير مع دي. لو دخلت الاثنين جوه، دخلت الاثنين دي جوه هنا في تربيع، فهتخش جذر 2، يبقى عندك 2 جذر 2 الفا في اف اس في السيجما ايه في السيجما الجيتر تمام. لو انت خدت بقى اللي هنا الاف اس دي وفكتها ان ترمز اوف الاو اس ار اللي هي الاوفر سامبلنج ريشيو بتاعتك، هتديك الايه؟ هتديك الايكويشن بالشكل ده. ارسم بقى الايكويشن دي، هتديك الخطوط اللي هي ايه اللي هي اللي احنا شايفينها هنا سوليد. طيب ايه الكونكلوجن احنا عايزين نطلع بيه بقى من الموضوع ده كله تمام؟ طيب وانا افترض ان انا عندي جيتر بتاعي 1 بيكو سكند تمام، وانا عايز اشتغل عند فريكوانسي 10 ميجا فور اكزامبل تمام. تعال نفهم ايه اللي بيحصل بقى. لو انا شغال ب هطلع ب 10 ميجا كده بخط فيرتيكال بالشكل ده كده وهشوف ايه هجيب اس ان ار ماكسيمم بكام. هقطع السوليد في نقطة وهقطع الدوتد في نقطة. السوليد ده لو انا شغال بتايم دومين داك، لو شغال بتايم دومين داك هيكون تأثير الجيتر عليك اعنف، تأثير الجيتر بتاعك هيبقى اكبر تمام، هيبقى الماكسيمم اس ان ار اللي هجيبها اراوند ال 70 دي بي. لو انا شغال بسامبل داك عادي، لو شغال بسامبل داك عادي اقدر اجيب اس ان ار تمام اراوند سي مثلا 86 دي بي، بتاعي تأثير الجيتر على التايم دومين داك هيبقى اعنف. اللي هو ببساطه انا رسمت الايكويشن دي ورسمت الايكويشن اللي احنا كنا جايبينها زمان ايام الايه ايام السامبل داك العادي. طب ليه الكلام ده؟ ليه الجيتر بيأثر اكتر على تايم دومين داك؟ لان دايما الجيتر بتاعك هيتضرب في الماكسيمم امبليتيود، هيتضرب في الماكسيمم امبليتيود، هيبقى الانرجي اللي موجوده نتيجه للجيتر او الباور نتيجه للجيتر باور كبيره، بعكس السامبل داك. بس في السامبل داك انا كنت بضرب في الايه بضرب في الستيب اللي حصلت نتيجه الجيتر، تبقى ستيب صغيره ما تبقاش بيك تو بيك، بضرب في الستيب اللي انا عملتها مع كل ترانزيشن، وبالتالي الباور بتبقى ايه الباور بتبقى اصغر. لما حسبنا معادله السامبل داك كنا فرضنا ان عندي ساين ويف، بعمل الساين ويف تبقى الدلتا صغيره لما حسبنا السلوب حسبنا الدلتا واي والكلام ده. فخلصت الكلام ان تاثير الجيتر على التايم دومين داكس هيبقى اعنف وهيعمل لك ليميتيشن دي الماكسيمم اس ان ار اللي انت تقدر ايه انت تقدر تجيبها.
في حاجة بقى كنا إيه قلناها زمان قبل كده، حكاية إن أنا في الـ ADC بستعمل track and hold قبل الـ ADC، لكن في الـ DAC بستعمل track and hold بعد الـ DAC. قلنا هنقول السبب في كده وقلناش في الحقيقة، فتعالوا نقوله مع بعض إيه دلوقتي. طيب إيه السبب بقى؟ تعالوا نبص مع بعض كده. أنا عندي هنا الـ DAC input اللي هو الـ digital input اللي إحنا كنا بنسميه M، وكل ما الـ M ده هيغير بقى في الـ Vout بتاع الـ DAC، الأنالوج فولتج اللي خارج من الـ A من DAC. طبعًا أنا ما أقدرش أضمن إن الـ switching ده يحصل simultaneously، صح كده؟ فبالتالي هيحصل عندي glitches دايمًا، هيحصل عندك glitches هنا، تمام؟ فهتخلي في عندك كده unexpected behavior مع الـ signal transitions. طيب هبعمل ايه بقى عشان اتجنب الموضوع ده؟ ده هيعمل لك طبعا ديستورشن في الاوتبوت. لو انت حتى السيجنال كده زي ما هي هيبقى ورحت رسمت لها الفريكوانسي الترانسفورم بتاعها هيطلع عندك ديستورشن. انت بتدخل ساين ويف مش هتطلع ساين ويف، ده ساين ويف معاها ديستورشن كومبوننتس. اتجنب الموضوع ده ازاي؟ ان انا احط تراك اند هولد سيجنال. التراك اند هولد هعمل كلوكينج ليها بعد لما الجليتش تخلص. يعني ايه؟ اهو انا هعمل هنا تراكينج والسيجنال ثابته فلات، تمام؟ وبعدين ادخل في الهولد مود. لما ادخل في الهولد مود المفروض ان اضمن ان الاوتبوت ما يتغيرش، تمام؟ اسيب الجليتشز دي ستل، بعد لما تستل ارجع اخش في التراكنج مود تاني اقرا الفاليو الجديده، تمام؟ بعد كده اروح في الهولد مود وقت الجليتشز عشان السيجنال ما تتغيرش وهكذا. طب واحد هيقول لي ما انا لما ادخل من التراك للهولد، تمام، ومن الهولد للتراك، ما ده برده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي جليتشز برده. ما احنا خدنا التراك اند هولد سامبل اند هولد سيركت تعمل لك سويتشنج ايرورز بقى، كلوك فيد ثرو وشارج انجكشن والقصه دي كلها. اقول لك اه معاك حق انا عندي جليتشز، بس في فرق كبير قوي ما بين الجليتشز اللي موجوده هنا والجليتشز اللي موجوده هنا. اعمل بوز كده لمده دقيقه وفكر ايه الفرق ده. طبعا الفرق ان الجليتشز اللي موجوده في الكيس دي بتعتمد على الترانزيشن اللي انا عملته، والترانزيشن بيعتمد على الانبوت بتاعي. فهتكون الجليتشز دي انبوت ديبندنت، فمعناها هتتحول الى ديستورشن كومبوننت، تمام؟ بعكس الجليتشز اللي موجوده في الكيس دي، الجليتشز دي هتكون كل مره بتحصل هي نفس الجليتشز اكزاكتلي ذا سيم ايه ذا سيم جليتشز، فمش هتظهر لك كديستورشن الانبوت سيجنال، ممكن تظهر لك بس كايه كتون كده عند الايه عند الاف اس او عند اثنين الاف اس. فسهل ان انا اعمل لها فلترنج اوت باستعمال لوبس فلتر، اشيل الجليتش دي هنا موجوده عند سبيسيفيك فريكوانسي، بعكس الديستورشن. الديستورشن مش هعرف ان انا اتخلص ايه اتخلص منه. طيب حاجه كمان برضو عمليه، لو انت فتحت كده تي اي او اي دي اي تكسس انسترومنتس او انالوج ديفايسز، هم اكبر شركتين في العالم بيعملوا داتا كونفرترز، هتلاقي حاجه عندهم اسمها مالتيبلاينج داك. طب ايه المالتيبلاينج داك ده؟ احنا عارفين ان المفروض ان الانالوج اوتبوت اللي بيخرج لك هو عباره عن ان الفي ار اف بيتضرب في الديجيتال انبوت، تمام؟ ممكن يتضرب في فاكتور حسب السيركت بتاعتك، بس في الاخر الديجيتال انبوت بيتغير بيغير لك الانالوج اوتبوت، تمام؟ طب هو انا ممكن كمان اغير الفي ار اف؟ ممكن ولا مش ممكن؟ والله نظريا ممكن بس مش دايما. يعني في داكس بيبقى الفي ار اف ده ديزاين بتاع الداك معتمد على ان الفي ار اف ده ثابت ما بيتغيرش، لو الفي ار اف ده بيتغير يبقى مشكله الداك ما يشتغلش. وفي داكس ثانيه لا بتقولك لو عايز تغير الفي ار اف غير الفي ار اف. طب لو انا غيرت الفي ار اف في الحقيقه حطيت عليه ويف فورم، حطيت انا ويف فورم مع الفي ار اف، يبقى اسينشي لكني بعمل عمليه مالتيبليكيشن، صح كده؟ انا بمالتيبلاي سيجنال انالوج سيجنال بديجيتال سيجنال في الحقيقه، فانا بعمل عمليه ديجيتال تو انالوج كونفرجن، وفي نفس الوقت بعمل عمليه مالتيبليكيشن. فده بيسموه ايه؟ بيسموه مالتيبلاينج داك. داك بيعمل لك كونفرجن من ديجيتال لانالوج، وفي نفس الوقت ممكن يخلي لك الفي ار اف ده سيجنال، تمام؟ فيعمل لك عمليه مالتيبليكيشن. اوكي، نوع مخصوص بقى مالتيبلاينج داك ده بيسموه ايه؟ بيسموه فور كوادرنت مالتيبلاينج داك. معناها ايه فور كوادرنت؟ معناها ان هو بيشتغل باي بولر في الحقيقه، يعني الديجيتال كود ده بيكون بوزيتيف ونيجاتيف، فبيكون باي بولر كود، والفي ار اف ده برضه ممكن يكون باي بولر، دخل ساين ويف باي بولر بوزيتيف ونيجاتيف، تمام؟ فيبقى عندك ده ليه 2 كوادرنتس بلس وماينس، وده ليه 2 كوادرنتس بلس وماينس، يخرج لك هنا انالوج اوتبوت ليه 4 كوادرنتس. يعني ممكن يكون بلس مع بلس او بلس مع ماينس او ماينس مع ماينس او بلس مع بلس مع ماينس مع بلس، تمام؟ وده بيسموه 4 كوادرنت مالتيبلاينج داك. طبعا ممكن استفيد بقى في حاجه زي كده، نعمل مثلا عمليه موديوليشن مثلا او عمليه دي موديوليشن. فدي بعض الايه احد الابلكيشنز، طبعا الابلكيشنز كتيره، ادخلوا بقى على اي يعني تي اي واي دي اي، عندهم ريفرنس سيركتس اصلا، وبيقول لك ايه الابلكيشنز ممكن استعمل فيها حاجه زي كده. طيب الحاجات اللي احنا شرحناها دي كلها تسمح لك ان انت تجيب تعمل جود داكس، تمام؟ ليميتد بي زي ما قلنا الراندوم ايرورز، بعد ما تعمل اليمينيشن لكل انواع سيستماتيك ايرورز هيفضل عندك الراندوم ايرورز اللي هي هتليمت الريزولوشن بتاعتك رافلي كده اراوند الرينج بتاع 12 بيتس. طب هل في داكس اعلى من 12 بت ريزوليوشن؟ اه في طبعا، بس لازم بقى تعمل معاه سبيشال تكنيكس، لازم استعمل سبيشال تكنيكس تحسن الاكيوريسي بتاعتي وتقلل ايه الايفكت بتاعت الراندوم ايرورز.
السبيشال تكنيكس دي اللي بتحسن الاكيرسي في حاجات كتيره جدا جدا جدا, بس اهمهم بيعتمد على 3 كونسبتس. اهم التكنيكس دي بتعتمد على 3 كونسبتس بنسميها التريمينج والكاليبريشن والديناميك اليمنت ماتشنج. فانا هناخد بس يعني ايه نبذه سريعه عن كل تكنيك منهم. كل واحد منهم لوحده عليه برضو بيبرز كتير وريسيرش كتير وديتيلز كتير قوي قوي. هناخد بس الفكره بتاعته عشان تبقى يعني عندك يعني ايه فهم اساسي بالفكره دي, تمام؟ فلو انت عايز بقى تقرا ان ديتيل في اي حاجه منهم يبقى عندك القدره على كده. خلينا نفهم اول حاجه اللي هي التريمينج. طيب فكره التريمينج ببساطه ان انا بظبط الايه بظبط الكومبوننتس بتاعتي. يعني حتى زمان في الحاجات اللي هي كانت ديسكريت كان يرسم لك مثلا صوره كاباستور او صوره ريزيستور مع العلامه بتاعه المفك, علامه كده عامله زي الايه عامله زي المفك اللي انت شايفينها هنا في الايه في السلايد. يعني يرسم لك مثلا صوره كاباستور كده ومعاه علامه كده, او صوت ريزيستور كده ومعايا علامه كده اللي هي زي الايه زي السيمبل دي. دي معناها تريمد كاباستور او تريمد ريزيستور. يعني ايه؟ يعني ده ممكن تظبطه فاريبل كاباستور او فاريبل ريزيستور, اقدر اظبطه عشان اظبط البرفورمانس بتاع الدايره بتاعتي, اكنسل بيه اي فاريشنز حصلت او اي حاجه زي كده, تمام؟ طيب ممكن اعمل برضو حاجه زي كده اون شيب. يعني ايه؟ يعني حاجه مثلا حاجه زي ريزيستور سترينج مثلا, تمام؟ احنا عارفين ان هيبقى عندي اسوا اي ان ال فين في السنتر, تمام؟ هيبقى اسوا اي ان ال في السنتر. هيعمل ايه؟ هيعمل اوكسيلري داك. ده كده اوكسيلري داك, تمام؟ الاوكسيلري داك ده معمول بتريمد ريزيستور. ازاي اعمل تريمينج للريزيستور؟ ازاي اظبطها؟ ممكن اظبطها بطريقتين, تمام؟ لو انت بتعمل حاجه يعني هاي بريسيجن ممكن تعمل حاجه اسمها ليزر تريمينج. ايه الليزر تريمينج ده؟ ان انا باجي على الريزيستور اللي انا كده رسم البلان فيو, فالريزيستور كده هو عباره عن حاجه موجوده اون شيب كده ريكتانجل كده اون شيب, تمام؟ اجي بشعاع ليزر وابدا اكل حتت من الريزيستور ده. لما اكل حتت من الريزيستور ده اقدر اغير في الفاليو بتاعته, تمام؟ اكنك ماسك مفك وبتغير في قيمه الريزيستور ده, اوكي؟ لما تغير في قيمه الريزيستور اقدر اكنسل بقى اي راندوم ايرور حصل. فاقدر اكنسل اي راندوم ايرور حصل واضمن ان الريزيستورز الاربعه دول اكزاكتلي ماتشد لبعض. يبقى لازم طبعا يكون يعني لارج انف. لو انت عايز تعمل ليزر تريمينج لازم يكون لارج انف ان انا ايه ان انا اقدر اشوفه تحت الميكروسكوب واعمل ايه عمليه التريمينج دي, تمام؟ طيب يبقى انا كده ضمنت ان ايه ان الاربع ريزيستورز دول تريمد ريزيستورز ليزر تريمد ريزيستورز فيري بريسايزلي ماتشد لبعض, تمام؟ يبقى كده هل في ايرور ما بين النودز دي كده؟ لا, انا كده عندي زيرو ايرور في الحقيقه عند النودز دي, تمام؟ طيب هاخد بقى النودز اللي هي فيها زيرو ايرور ودرايف الايه النودز اللي هي الانترميديت اللي في السترنج بالبافرز دي كده, تمام؟ معناها ان انا هنال الايرورز في اللوكيشنز دول. انا عملت نالنج للايرورز, اكني قسمت الداك بتاعي بدل ما كان 5 بت داك, تمام؟ قسمته لداكس اصغر كل واحد منهم عباره عن 3 بت داك في الحقيقه, تمام؟ فالايرور بتاعي بدل ما كان الايرور بتاع 5 بت داك كان ايرور كبير, لا بقى ايرور صغير هو الايرور بتاع 3 بت داك. فانا كده قللت الايه قللت الاي ان ال بتاعتي باي فاكتور اوف ايه باي فاكتور اوف فاكتور اوف 4, تمام؟ طبعا الطريقه دي معقده قوي, استعمل بس في الحاجات الفيري هاي بريسيجن. لو انت ما عندكش الاوبشن بتاع الليزر تريمينج ممكن تعمل تريمينج عن طريق ديجيتال سيجنلز. يعني ايه؟ يعني حاول مثلا ريزيستور كبير كده ومعاه شويه ريزيستور صغيرين, المقامات الصغيره دي حامل كل واحد منهم مع سويتش بالشكل ده, تمام؟ السويتش ده بتحكم فيه بايه بديجيتال سيجنال بي تريم مثلا 0 بي تريم 1 وهكذا, تمام؟ عن طريق الديجيتال سيجنال دي اقدر اتحكم ده كده كله على بعضه يونت اليمنت واحد, بس اقدر العب في الفاليو بتاعته عن طريق ان انا اقفل السويتش او افتح الايه افتح السويتش, اقدر اكبره واقدر ايه واقدر اصغره, فاقدر برضه العب في الفاليو بتاعته عن طريق التريمينج ده اخليه في الاخر تمام وزن الرينج اللي انا عايزه بالظبط. نفس الحكايه برضه اقدر اعملها مع الكاباستورز, برضه اوصل الكاباستورز ان بارالل. يعني انا عندي المين كاباستور, تمام؟ احط هنا مثلا ده المين كاباستور بتاعي وليكن مثلا ده 100 فيمتو, اوكي؟ بعد كده احط معايا مثلا شويه كاباستورز برضه كده بسويتشز, اوكي؟ واوصلهم كده اهو بالشكل ده. كل كاباستور منهم مثلا وليكن 5 فيمتو او 10 فيمتو, فاقدر ان انا ازود قيمه الكاباستنس او اقللها, العب فيها ايه عن طريق الكاباستورز دي, وبتحكم هنا في الديجيتال سيجنالز. فدي كلها بنسميها عمليه التريمينج. عمليه التريمينج بستعملها عشان اظبط الكومبوننت بتاعي, بعمل تشذيب او تهذيب لقيمه الكومبوننت عن طريق ان انا بعمل ليزر تريمينج او بستعمل ايه او بستعمل بانك اوف ريزيستورز او بانك اوف كاباستورز. طبعا عيب عمليه الليزر تريمينج ان هي سيريال بروسيس طبعا وبتاخد وقت, فالكوست بتاعتها عاليه قوي, بتعلي طبعا في اخر الكوست بتاعت التشيب. يعني لو التشيب فيها ليزر تريمد كومبوننت هيبقى الكوست بتاعتها اعلى بكتير, تمام؟ من تشيب ايه من تشيب ثانيه ما فيهاش ليزر تريمينج. فدي اول فكره اللي هي فكره التريمينج, وزي ما قلنا فكرتها ببساطه انا بظبط الفاريز بتاعت الكومبوننتس, اوكي؟ طيب هنيجي بقى لطريقه ثانيه
اسمها طريقة الكاليبريشن. الكاليبريشن بالعربي يعني المعايرة. المعايرة دي بنستعملها في اللي هي معايير جهاز في الحياة. لو انت عندك مثلا ميزان ولكن الميزان ده يحصل له دريفت مع الوقت، لازم كل مثلا سنة تعمل له معايرة. لو انت عايز حاجة بقى يعني هاي بريسيجن، تمام؟ المعايرة دي يعني ايه؟ يعني بروح على المكان اللي هو المكان بقى بتاع المعايرة، هيئة المعايرة او اي حاجة، تمام؟ ويجيب لك وزن مثلا كيلو كيلو، ده الريفرنس بتاعنا. بروح ان انا اوزن ريفرنس، تمام؟ واروح اشوف الميزان بتاعي، اوكي، واعمل تيوننج بقى في الميزان لحد لما يقرا اكزاكتلي ايه زي الكيلو بالظبط اللي انا بايه اللي انا بوزنه، اوكي. فالمعايره، عمليه المعايره ان انا بجيب الحاجه بتاعتي واقارنها بريفرنس وبخليها اكزاكتلي بتساوي الايه، بتساوي الريفرنس ده. بعمل كده برضو في الايه مع اليونت اليمنت بتاعتي. يعني ايه؟ حاجه في الداك بتاعي، ونفترض ان انا عندي كارنت داك بالشكل ده، وحاجه الواحد من الايه من الكارنتس بتوعي بقى، واعتبر ان ده الريفرنس بتاعي، ده اللي هعاير عليه، هعاير كل الكارنتس على الكارنت ده، تمام؟ طيب هعمل عمليه الايه المعايره دي ازاي؟ هروح لي الكارنت بتاعتي وليكن كده اهو، ده الايرف اهو اللي انا هعاير عليه، تمام؟ وبدل ما اوصل الكارنت سورس بتاعي بالاوتبوت او الفي دي دي، باخد بالك ده الكارنت سورس بتاعي، المفروض ده الكارنت سورس اللي هو عباره عن يونت اليمنت، ده يونت اليمنت اللي موجود في الاري بتاعتي، هوصله بالايرف وهخليه دايت كونكتد بالشكل ده. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان قيمه الفي جي اس هتظبط نفسها، خد بالك دايت كونكتد، فقيمه الفي جي اس هتظبط نفسها عشان الكارنت سورس بتاعي ده يبقى اكزاكتلي بيمشي ايرف بالظبط. انا كده اكني عملت معايره للكارنت سورس اللي هو اليونت سيل بتاعتي اللي هو الام 1 والام 1، خد بالك دول ان بارالل، هما الاثنين مع بعض ان بارالل، هما عاملين يونت اليمنت عندي في الايه في الاري. طب بعد ما عملت المعايره، ارجع بقى السويتش بتاعي هنا، اخرج الكارنت في الاوتبوت زي ما انا كنت عايز قبل كده او في الفي دي دي حسب بقى قيمه الديجيتال سيجنال اللي بتتحكم فيه، تمام؟ الفكره ايه بقى؟ الفكره ان انا خزنت قيمه الفي جي اس على الكاباسيتور ده خلاص، وضمنت ان الكارنت اللي ماشي هنا هو الكارنت اللي ماشي هنا هو اكزاكتلي الكارنت اللي ماشي هنا بيساوي ايه، بيساوي اي ريف اللي هو الكارنت اللي انا بعاير عليه. هعمل ايه بقى؟ هبدا اكرر نفس العمليه مع كل اليونت اليمنتس بتاعتي، امشي عليهم واحد واحد بالشكل ده، فبتاكد اكزاكتلي ان كل واحد فيهم ماشي اي ريف، ماشي اي ريف، ماشي اي ريف، نفس الكارنت اللي انا عايرت عليه بالظبط. خد بالك ان عمليه المعايره دي كنت ممكن استعملها، يعني انا عادي عندي الاي ريف انا عايز اعاير عليه، تمام؟ وهجيب الكرنت سورس اللي انا عايز اعايره، هوصله بسويتش كده اهو بالاي ريف، وهخلي الكرنت سورس بتاعي دايت كونكتد بالشكل ده، فهيتعاير كده الفي جي اس هيظبط نفسه عشان يمشي اكزاكتلي ايه كرنت بيساوي اي ريف. طب انا هنا فصلتهم على تو ترانزستورز في الحقيقه، ليه فصلهم على تو ترانزستورز؟ لان انا في الاخر عايز اكاليبريت ايرور صغير، لان الكرنت انا عارف هو بكام، اوكي. فانا عندي ترانزستور هنا ممشي المين كومبوننت بتاع الكارنت، وانا بعاير جزء بس من الكارنت اللي هو الترانزستور اللي هي ام 1 اي. اكني قسمت، لو انا عندي مثلا الكارنت ده عباره عن 10 فينجرز مثلا، ده كده عباره عن 10 فينجرز، اوكي، اكني هخلي 9 فينجرز يمشوا الكارنت اللي انا عارفه اصلا، تمام، والفينجر الباقي هو اللي هعمله عمليه الايه، هو اللي هعمله عمليه المعايره. فبالتالي هلاقي ان الكاباسنس دي هتبقى ايه، هتبقى مش ايه، مش كبيره، مش كبيره قوي. طب هيبقى عندي طبعا سؤال دلوقتي، الكاباسيتور بيليك في الحقيقه، فالفولت اللي انا بقول ان انا عايرت بيه ده هيبدا يليك ويتغير، عشان كده العمليه دي في الحقيقه بتبقى ايه، بتبقى روتيتنج في الحقيقه. يعني ايه؟ ببدا باول كارنت بعايره، بروح للتاني، بروح للتالت، بروح للرابع، بروح للخامس، بعد ما اخلصهم ارجع تاني اجيب من ايه، ارجع تاني اجيب من الايه، اجيب من الاول. فزي ما كنا بنقول بقى ام 1 بي سبلاي الماجوريتي بتاع الكارنت، ام 1 ده اللي هو الترانزستور اللي هنا ده، لو نمسح الكلام ده كله بقى، هو ام 1 ده اللي هنا بيسبلاي ماجوريتي بتاع الكارنت، تمام. ام 1 ايه بقى ده اللي هو بحاول ان انا كانسل بيه الايرور بقى، بظبط الفولت اللي عليه عشان الاوفر اول الكارنت يساوي اكزاكتلي اي ار اف، تمام، واخلي كل الكارنت كالبريتد لبعض. كالبريشن ميكانيزم بيروتيت على الاري، بيتيون كل الكارنت سورسز ويرجع تاني ايه، يرجع تاني على اول الاري. فانا عندي في الحقيقه سبير كارنت سورس، خد بالك ان الدك شغال سيمالتينيس في نفس الوقت، فانا عشان اعمل الحركه دي بيبقى عندي سبير كارنت سورس واحد زياده، تمام. فباخد واحد عايره واشغل الداك بالبقيه، بعد كده واخد ده عايره وارجع ده ايه، وارجع ده للداك، وهكذا. فدايما عندي واحد بيتعاير وبقيه الكارنت سورس شغاله ايه، شغاله في الداك بتاعي. فالكالبريشن عمليه كونتينوس ديورنج الايه، ديورنج الاوبريشن. هنيجي بقى على الكونسبت الايه الاخير اللي بنحسن بيه الاكيرسي، اللي هو بنسميه دايناميك اليمنت ماتشنج، تمام. ايه الدايناميك اليمنت ماتشنج ده؟ باختصار كده تعال نبص كده، انا عندي هنا كارنت بيساوي 2i،
وعمل هنا current divider المفروض ان هو بيديني هنا current i بالظبط وهنا current i بالظبط. الكرنت divider ده هيكون فيه error نتيجة للمسماش تمام، فهيديك هنا i plus delta وهيديك هنا i minus delta. الايرورز دي هي اللي بتعمل لك هنا DNL وI NL. هعمل ايه؟ هعمل هنا switches. السويتشز دي هتخلي الاي 3 مره يتوصل بالاي 1 ومره يتوصل بالاي 2، يعني مره الاي 3 يجي من اي 1 ومره الاي 3 يجي من الايه من اي 2. فده هيؤدي لايه؟ لو جيت ارسم الكرنت اسمه اي 3، مره هيبقى الايرور بالبوزيتيف مره الايرور بالنيجاتيف، مره الايرور بالبوزيتيف مره الايرور بالنيجاتيف. اي 4 بقى هيبقى العكس، مره الايرور بالنيجاتيف ومره بالبوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف وهكذا تمام. لو جيت احسب بقى الافريج اي 3 هيكون اكزاكتلي بيساوي اي، والافريج اي 4 هيكون اكزاكتلي بيساوي اي، لكن يقول ان اون افريج ما عنديش ايرور، اون افريج بقى عندي زيرو ايرور. فانا كده كني ضمنت ان اي 3 واي 4 اكزاكتلي ماتشد لبعض، بس الاكزاكت ماتشنج ده بيجي بطريقه عن طريق عمليه دايناميك. طريقه عمليه دايناميك بتخلي الايرور مره بالبوزيتيف ومره بالايه ومره بالنيجاتيف، عشان كده بسميه دايناميك اليمنت ماتشنج. بماتش الاليمنتس بتاعتي عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بفاري في الحقيقه الفاليو الايرور بتاع الايرور بتاعي مره بلس ومره ايه ومره ماينس. طب احنا كنا خدنا في الحقيقه حاجه برده قبل كده اسمها التشوبينج لو فاكرين. ايه علاقه الدايناميك اليمنت ماتشنج بالتشوبينج؟ لو فاكرين كنا في التشوبينج بقول ان انا عندي في البلوك بتاعي بيبقى عندي لو فريكوانسي ايرورز، فانا بعمل موديوليشن، عمليه موديوليشن ببعد السيجنال بتاعتي عن اللو فريكوانسي في الحقيقه عن اللو فريكوانسي ايرورز، بعد كده ارجع اعمل تاني عمليه دي موديوليشن. الدي موديوليشن ده هيرجع تاني السيجنال للبيس باند ويموديوليت الايرورز. ده كانت عمليه التشوبينج. عمليه الديناميك اليمنت ماتشنج بقى ان انا بموديوليت الايرور نفسه في الحقيقه. انا عندي الايرور بدل ما الايرور دي سي، لا الايرور مره هخليه بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس. لما موديوليت الايرور يبقى انا كده هرفع الايرور بتاعي اكني رفعت الايرور على كارير، وانا سايب السيجنال في البيس باند زي ما هي، ما غيرتش في السيجنال، فالسيجنال هتعدي في البيس باند والايرور هترفع على ايه؟ والايرور خلاص هو اللي اترفع على ايه؟ على على كارير. فهم الاثنين شبه بعض في الحقيقه. الفرق ان انا في الشوبينج انا بموديوليت السيجنال ببعده عن الايرور، وفي الديناميك اليمنت ماتشنج انا بموديوليت الايرور ببعده عن الايه؟ ببعده عن السيجنال. خد بالك ان الايرور كده هيفضل عندك لسه موجود في الحقيقه، بس ممكن اعمل له لوباس فلتر اشيله، هو لسه موجود بس انا رفعته على فريكوانسي. بعض بقى الديزاينز بيعمل ايه؟ بيستعمل بدل ما يملتبلاي الايرور في كلوك ثابته بيستعمل سودو راندوم سيكونس. السودو راندوم سيكونس ده اكنه بيعمل سبريدنج الايرور عند كل الفريكوانسيز، فيحول الايرور بدل ما يطلع نون لينيارتي يحوله اكنه راندوم نويز، اكنه يحول الايرور راندوم نويز فما يظهرش ك ديستورشن كومبوننت. بعض برضو الديزاينز بيعمل شيبنج نويز شيبنج للايه الايرور، يعني بدل ما يخليه وايت نويز، بدل ما يخليه يطلع وايت نويز كده، لا يعمل له نويز شيبنج يخليه قليل عند اللو فريكوانسي وكبير عند الايه عند الهاي فريكوانسي تمام. لكنه بيعمل له ايه نويز شيبنج زي كده عمليه السيجما دلتا اللي هناخدها ان شاء الله مع بعض قدام. بكده نكون وصلنا لنهايه نهايه الداكس. محاضره طويله، بشكركم على انتوا صبرتوا عليها لحد الاخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.